اشعر بالنعاس لقد حان وقت النوم <applause> لقد سبقتك الى النوم يا عمر ساقوم بتغيير ملابسي وانام انا توضات قبل النوم يا عمر فهل توضات انا بالفعل متوضئ لكن لا تنسى باقي آداب النوم التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، لكن هل بالإمكان أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ليس سهلا أن يرى أحد رسول الله في منامه، ولكن هناك أوصاف محددة له عليه الصلاة والسلام حتى لا يخدعنا الشيطان ويأتينا في المنام على صورة أي شخص ويدعي أنه رسول الله. نعم نعم أنا أعرف تلك الأوصاف فلقد شرحها لنا المعلم فواز منذ فترة أتذكر ذلك جيدا. خلق الله تعالى رسوله محمدا في أحسن وأجمل وأفضل صورة، وعلينا أن نتعرف على وصفه حتى تزداد معرفتنا به عليه الصلاة والسلام. فكان وجهه مستديراً مضيئاً كالشمس، وحسناً جميلاً كالقمر. كان لونه ليس شديد البياض ولا شديد السمرة، بل كان أبيض مشرقا مختلطا بحمره كانت حدقه عينه شديده السواد وباجفانه رموش طويله وكثيره ولم يكن شعره متثنيا ملتويا ولا مسترسلا بل وسطا بينهما وكان يصل الى شحمه اذنيه واذا طال وصل الى منكبيه وكان جسمه متوسطا بين الطول والقصر حسن الجسم، معتدلا في كل شيء. وكان العرق يخرج من جلده كأنه حبات اللؤلؤ في الصفاء والبياض. وكانت رائحته صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحة المسك والعنبر. عمر! لقد سبقتني الى النوم حسنا اتمنى لك احلاما سعيده <applause>